الفكره حقت المعارضه السياسيه باللي موجوده الان في الوطن العربي بالذات فكره خاطئه تماما. كيف انت تطلع تقول الحاكم الفلاني ما سوى شيء جيد؟ اصلا انت قاعد تطعن في نفسك، تطعن في عقلك انت من الاساس. يكلمني شخص شخصيا من سوريا يقول لما قامت الثوره في سوريا حاملين اسلحتنا ونقول راح نحرر فلسطين، يقول ناداني شخص تجاوز عمره 70 وقال قال لي بكل بساطه ارجوك ان تترك يعني ما في بالك وتذهب لتحمي عرض اختك ووالدتك. عرض اختك ووالدتك. وبالفعل يقول غادرنا البلاد وذهبنا للجهاد مع ما تسمى داعش وسمعنا عن اغتصاب اهالينا داخل داخل ايش؟ سوريا. طبعا لو وجد الشخص المتخصص المتدين هذا الافضل، لكن في حال عدم وجود الشخص المتدين المتخصص ايهما نفضل؟ المتخصص او الدين؟ لا انا افضل المتخصص، لان المتخصص دينه بينه وبين ربه. تمام، عدم اخلاصه راح ينعكس على الـ على الـ على العمل، وبالتالي راح نكشف هذا الشيء وراح نستبعده، احنا راح نستبعده. لكن الان جانا شخص متدين وجاهل، ما راح يتعلم الشخص، راح يجرب فينا اساليب ما لها دخل لا من قريب ولا من بعيد في التعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام متابعي قناة العيادة الفكرية في الحلقة 13 من سلسلة أمراض اجتماعية بصحبة أستاذنا الكريم محمد عبد العزيز المهتم بإدارة المعرفة للأشخاص. وصلنا اليوم إلى الجانب الأخير من جوانب المجتمع وهو الجانب المؤسسي، واختار ضيفنا 3 أمراض رئيسية في هذا الجانب نناقشها هكذا سويا ونبين أبرز إشكالياتها. ونذكر مبدئيا بالسلسلة. السلسلة تحاول أن تنزل من عالم الأفكار إلى عالم المشاريع حسب المفكر مالك بن نبي عندما قسم العوالم إلى 3: المشاريع والعلاقات والأفكار. فنحن كنا في قناتنا نتناقش عن الأفكار والتجديد الفكري، وفي هذه السلسلة أحببنا أن ننزل إلى تطبيقات عملية من الأفكار إلى تطبيقات في واقع الحياة التي يعني يلمسها الناس بحيث يفهموا معنا سويا ما الذي نقصد بالتغيير الفكري. وحاولنا أن نتوسع في ذلك ونطرق جميع جوانب المجتمع مثل ما رأيتم معنا سويا في الحلقات. بدأنا من الجانب الأسري ثم التعليمي ثم المهني ثم العلاقات الأمراض المجتمع العامة، واليوم وصلنا إلى الجانب المؤسسي. وإن شاء الله تكون هكذا إلمام عام كامل عن هذه الأمراض نحاول فيها، وأنتم كذلك تفيدونا بمقترحاتكم بأفكاركم، والله الموفق والمعين. طيب إذا نبدأ سلسلتنا، نبدأ حلقتنا اليوم. نرحب بضيفنا الأستاذ محمد مبدئيا قبل بداية المحاولة. حياك الله أستاذ محمد، شرفتنا ونورت. الله يحييك أبو داود، أهلا وسهلا. شكرا لك، شكرا على وقتك وعلى جهدك. اليوم وصلنا إلى 13 حلقة. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. ربي يحفظكم يا رب. طيب، معنا الأمراض المؤسسية اليوم، ما هي أبرز الأمراض معك في الجانب المؤسسي أستاذ؟ طيب ممتاز، مبدئيا خلينا نبدأ بمقدمة سريعة نتكلم فيها عن النظرة العامة اللي احنا اعتمدناها في كامل السلسلة، وهي أننا ننظر إلى المجتمع أنه عبارة عن مجموعة أنظمة، بداية بالفرد كونه مجموعة أنظمة. ذكرنا أنه هو عبارة عن 4 أنظمة: الروحي والقيمي والعقلي والمادي. وتكلمنا أيضا عن المنظومة المهمة وهي الأسرة، وتكلمنا عن منظومة المهنة التي يعمل فيها الإنسان، وضربنا بعض الأمثلة على منظومة الشارع ولم يعني نخصص لها بعض الأمراض، وتكلمنا أيضا عن المنظومات الأخرى اللي هي التعليمية، وهي جزء من المنظومات أو المؤسسات اللي راح نتكلم عنها اليوم، لكن أفردنا التعليمية لكونها يتعرض لها أغلب أشخاص المجتمع أكثر من 12 سنة تقريبا من عمرهم، يقضوا يوميا متوسط ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا، فهي من المنظومات المهمة. اليوم راح نتكلم على المنظومات المؤسسية، ولما نيجي نتكلم على المنظومات المؤسسية
ربما يستغرب بعض الناس انه لما اقول منظومه مؤسسيه انها ايضا يمكن ان تكون الاسره منظومه مؤسسيه، يمكن ان تكون الوزاره منظومه مؤسسيه، يمكن ان تكون الشركه الخاصه منظومه مؤسسيه، يمكن ان تكون الشركه المطروحه في البورصه العامه منظومه مؤسسيه، يمكن ان تكون الحكومه منظومه مؤسسيه. طيب متى تصبح أو يصبح النظام منظومة مؤسسية؟ متى نطلق على هذا الشيء أنه مؤسسة؟ عندما يكون داخله طبقات لاتخاذ القرارات، بمعنى أن مثلا لو نمثل بالأسرة يكون هناك نقاش بين الأب والأم، ومثلا إذا كانت الأسرة تتبع أسلوب احترام الجميع فيكون هناك شورى أو نوع من التصويت على القرارات المصيرية لكل الأسرة، فيكون هناك الأم والأب يتحدثون في المواضيع ثم يستشيرون أبنائهم في اتخاذ القرار. لنأخذ مثال سريع على موضوع الأسرة المؤسسية والأسرة الغير مؤسسية. الأسرة المؤسسية إذا جات تبغى تسافر في الصيف، لو كانت من الناس اللي معاها نوع من المادة الفائض اللي تستطيع أنها تسافر إلى مكان محلي داخل الدولة أو خارج الدولة، الأسرة المؤسسية يجي الأم والأب يقولوا الدول المتاحة للسفر كذا وكذا وكذا ألف وباء وجيم. الآن نقوم بعمل تصويت مع الأبناء للوصول إلى الدولة الأنسب بناء على رغبة أفراد الأسرة. هنا نستطيع أنه نقول أنه هذه مؤسسة. ليش؟ لأنه فيها أركان. إيش الأركان؟ أول حاجة طبقية، في أم وأب وفي أبناء ليس لهم نفس الصلاحيات وليس نفس المسؤوليات، أيضا في حزمة من الإجراءات التي يتم أخذها بوعي أو بدون وعي بشكل رسمي أو غير رسمي بين الطبقات. إذا وجدت هذه الأركان الأساسية البسيطة نستطيع أن نسمي هذه مؤسسة. طبعا هناك أركان أخرى مثل الميزانية، مثل الإدارة المالية، مثل إلى آخره في المؤسسات، لكن أنا أتكلم على الحد الأدنى من القوانين التي نستطيع أن نسمي هذا النظام في المجتمع أنه مؤسسة. إذا أخذنا بهذا الاعتبار وبهذا التصور البسيط المتواضع للمؤسسة، نستطيع أن نطلق لفظ المؤسسة على مجموعات، على أنظمة كثيرة في المجتمع. فنحن سنتحدث عن المؤسسة وفق هذا التصور البسيط. ممتاز؟ جميل، هذه لفتة يعني جميلة ومهمة، وتحسسك أن النظام عندما نطبق نفهم النظام نستطيع أن نطبقه في جميع مجالات حياتنا، فالنظام شيء رئيسي في الحياة. ممتاز. طبعا احنا قلنا عندنا أنظمة وعندنا مؤسسات. النظام الأسري يمكن أن يكون نظام غير مؤسسي. كيف؟ الأسرة ممكن تكون غير مؤسسة، يأتي الأب ويقول سنسافر إلى الصومال، تأتي الأم معترضة والأبناء معترضين فلا يستجاب لهم، فهذه تعتبر أسرة غير مؤسسية. واضح، جميل. طيب لما تحصل مشاكل في الطريق إلى الصومال، لما يحصل مشاكل في الصومال، الأبناء والأم إيش يرموا الحمل على مين؟ على صاحب القرار اللي هو الأب. فبما أنك أنت الأب تفردت بالحكم، إذا تحمل مسؤولية قراراتك واضح، بكل بساطة. هذه ما هي مؤسسة أصلاً، هي ما تدخل في المؤسسة، هو نظام، في النظام اجتماعي. واضح؟ الآن مثلا لما احنا نيجي مثلا في وزارة التعليم، وعندنا طلاب مخرجات التعليم حقتهم بعد ما يخرجوا من الجامعة غير نافعة، لا في سوق العمل ولا في ريادة الأعمال ولا في الشغل الذاتي في الفريلانسر ولا شيء. الآن هل أدخلنا الطالب في العملية التعليمية؟ هل أدخلنا أولياء الأمور في العملية التعليمية؟ لا. إذن الوزارة تتحمل تكاليف ذلك الأمر، جميل. لأنها لم تدخلهم سواء بوعي أو بدون وعي، بحسن نية أو سوء نية. في النهاية من يتحمل نتائج هذه الأشياء هو الذي شارك في القرار. ممتاز؟ واضح. طيب الآن ندخل إلى صلب أهم الأمراض الأساسية في هذا المجال. طبعا لما نقول الأمراض الأساسية، هذا المجال بالذات هناك يعني لا يقل عن تقريبا، انا رصدت اكثر من 30 مرض. احنا راح نتكلم على 3 امراض من ال30 اللي اراها اكثر اهميه من غيرها وان كانت كلها مهمه. الان في اي نظام
يوجد إما أن تسمى في المجال الاجتماعي مبادئ، وإما أن تسمى في المجال القانوني قوانين، وإما أن تسمى في المجال الاقتصادي استراتيجيات، وإما أن تسمى في المجال السياسي دستور. هذه ماذا تعني؟ نفس الشيء على حسب المجال التي تشتغل فيه. طبعا هنا نتوقف قليلا في نقطة يجب أن نحن نوضحها. في كل مجال علمي لديه مجموعة مصطلحات اتفق عليها طليعة العلماء في هذا المجال. فلما نأتي إلى مجال أصول الفقه أو العلوم الدينية والنحو والصرف والفقه وعلم الحديث وعلم العلل وإلى آخره، هناك ألفاظ لا يقبل غيرها في هذا العلم. عندما نأتي إلى علم الاقتصاد، علم الإدارة، كذا، نجد أيضا مصطلحات لا يقبل بغيرها في هذا العلم. عندما نأتي إلى علم النفس وعلم الاجتماع، هناك مصطلحات لا يقبل بغيرها في هذه العلوم. نفس الشيء الآن لما نحن نجي نتكلم على المؤسسات، ربما أن الألفاظ تختلف ولكن المعنى واحد على حسب مجال اشتغال هذه المؤسسة. أتمنى تكون هذه النقطة واضحة، لأني أنا ما أستطيع في كل شرح لمرض إني أجيب كل المجالات اللي أتكلم عنها. ممكن أعطي مثال اجتماعي يطبق سياسيا ويطبق اقتصاديا ويطبق تعليميا وهكذا. ممتاز. واضح طيب جدا. لما تمام. نيجي نقول مثلا الدستور أو المبادئ أو القوانين بين الانسجام التنظيمي والمزاجي، آلية الدستور واتفاقية والتغيير في الدستور وتطبيق الدستور في مثلا المجال السياسي، هناك دولة مؤسسات وهناك دول ليست ذات سيادة للمؤسسات. الدول التي فيها سيادة للمؤسسات بطبيعة الحال من يتحمل تكاليف الإخفاق وتكاليف النجاح هي المؤسسات. الدول التي ليس فيها مؤسسات وليس فيها مشاركة في اتخاذ القرارات يتحمل الأفراد الذين يتخذون هذه القرارات النتائج الإيجابية والسلبية. طبعا الموضوع هذا، تمام، لما نيجي نتكلم على الانسجام التنظيمي، كل ما كان عدد الأفراد المشاركين أكثر كل ما كانت المسؤوليات موزعة بشكل أبسط، كلما كانت النتيجة أفضل. خلينا نعطي مثال. لما نيجي على دولة مثلا مثل مصر، المتخذين للقرار في برلمان وفي مؤسسة عسكرية وفي اللي هم التشكيل الوزاري. الآن هذه الثلاثة الأجنحة أي قرار صائب يستفيد منه المواطن، المواطن يحملهم هذه النتيجة. أي قرار سلبي المواطن يحمل هذه الثلاث الجهات النتيجة. طيب الآن دولة مثل بريطانيا، هناك كثير من الأوراق العلمية التي تكلمت عن آلية الحكم في آخر 400 سنة في بريطانيا. في بريطانيا ما تسمع مواطن يجي يقول أنا ما لي دخل، والله هذا القرار ظلمني. كيف؟ ليش ما نسمع هذا الكلام في بريطانيا؟ لأنه هو مشارك في العملية السياسية، هو متحمل جزء من المسؤولية، هو ما راح صوت، ما راح شارك، ما راح اعترض بالشكل الرسمي القانوني في البلد، هو الغلط عنده. إذن ما في احتقان داخل المجتمع، لا يوجد احتقان داخل المجتمع. طيب الآن لما يجي صاحب القرار في الأسرة، في الوزارة، في الدولة، لا يدخل عدد كبير في القرار، ما هي مآل هذا الشيء؟ مآل هذا الشيء أنه سيتحمل المسؤولية. فإذا يتم كان رضا. هو بالضبط، فإذا كان هو واثق من قراراته ما في مشكلة، فإذا حصل فشل فليتحمل النتيجة. بكل بساطة يتحمل نتيجة ذلك. تمام، لأنه يستحيل أنك أنت تحاسب شخص لم تجعله يدخل في القرار السياسي. واضح. ممتاز. الآن يأتي الأفضل للمؤسسة أنها تشرك جميع أفرادها في القرارات. بالضبط، ليش؟ لأنه لما يحصل خطأ يتوزع على كل الأفراد اللي شاركوا، لما يحصل نجاح يتوزع على جميع الأفراد. يعني مثلا الآن عشان أستاذة تفضل. يعني الآن
ربما بعض الناس ليس عندهم ذلك الوعي بحيث ان نحن نشركهم في القرارات. يعني الان انت مثلا ذكرت مثلا حتى الاسره، ذكرت انها مؤسسه، عندي اطفال صغار وشباب حتى يافعين، انا لا ادرك المصلحه، فكيف ايضا ادخلهم في هذه القرارات؟ او مؤسسه تعليميه او وزاره، موظفين صغار او حتى عاميين ليس عندهم شهادات، فكيف ادخلهم في القرارات؟ ممتاز. يأتي هنا الآلية اللي اخترعها الإنسان وموجودة هذه في الدول، إنه في البدايات، في بداية آليات التصويت اللي بدأت في العالم قبل 300 سنة أو حولها، ما يكون صوت مثلا الدكتور الجامعي مثل المواطن مثلا، ممكن يكون على حسب الشهادة، ممكن على حسب المال، يكون هناك تقييمات معينة. يعني مثلا صوت الدكتور يكون بخمسة، ويكون صوت مثلا الطفل اللي ما تجاوز مثلا 15 بواحد مثلا، ممكن يكون بناء على التعليم، بناء على المال. هذه تقييمات ترجع للمجتمع ايضا، هذه يتم التصويت عليها، يعني آلية التصويت يتم التصويت عليها. نعم، واضح؟ لأن الحقيقة يعني أكبر عيوب الديمقراطية اليوم يقول لك أنها يعني تعطي الصوت للأغلبية ولو كان الأغلبية همج، ولو كان القرار خاطئ، صحيح صحيح. والعقلاء لا لا، يعني يمسكون على رؤوسهم ويستسلمون احنا للواقع. الآن ما ندخل في استراتيجيات ديمقراطية، شورى اشتراكية كذا، ما ندخل. المرجعية الدينية معتبرة غير معتبرة، هذه ما ندخل فيها في المجال السياسي. احنا نتكلم الآن عن أمر معين، وهو الآن المؤسسة، ما هي أمراض المؤسسة أيا تكن هذه المؤسسة. يعني اليوم شركة جوجل مؤسسة ودولة أمريكا مؤسسة، تعاني من نفس المرض. إيش هو المرض؟ هل يكون عندنا الدستور يتشارك في كتابته وفي تغييره وفي تنفيذه عدد كبير أو عدد صغير؟ هي هذا المرض. طيب، مآلات كل خيار. يعني الآن لما يكون صاحب القرار عبارة عن 5 أشخاص، تمام، في مؤسسة معينة، تمام. على فكرة يعني خلينا نعطي مثال معين سياسي قبل ما نغادر إلى مجال آخر. المعارضين السياسيين أنا أراهم جميعهم على خطأ. ليش؟ لانه ليش؟ انا اقول لك ليش. لانه هو يجي ينسف لك كل العمل الجيد لدى ايش؟ السياسه، لدى الحكومه القائمه. ما يوجد حكومه في العالم عملها كله سيء، لا يوجد على وجه، يعني حتى من قام باكل لحوم البشر في احدى الدول الافريقيه، نسيت اسمها، واحد مستبد جدا اكل، كان من يعترض عليه ياخذ ابنائه وياكل لحومهم يوميا. وموجوده هذه في التاريخ، لكن الدوله الان ما تحضرني، أظنها نيجيريا أو موزمبيق، حاجة زي كده، تمام. وصل فيه الاستبداد لدرجة عالية، لكن حتى هذا الشخص لا يجوز لنا، إن كنا نتكلم عن قيمة العدل في الإسلام، أن نقول أن هذا الشخص لم يفعل خيرا قط. هذه العبارة نعرف من يقولها. يعني يقال عن أن المرأة تقول مثل هذا، وإن كان هذا خطأ، تمام، يعني في التصورات العربية للأسف يتم انتقاص المرأة بمثل هذه الأشياء. لكن بعيدا عن مثل هذه المقولة، الفكرة حقت المعارضة السياسية باللي موجودة الآن في الوطن العربي بالذات فكرة خاطئة تماما. كيف أنت تطلع تقول الحاكم الفلاني ما سوى شيء جيد؟ أصلا أنت قاعد تطعن في نفسك، تطعن في عقلك أنت من الأساس. صحيح. ممتاز. لكن الصحيح لو انه هذا المعارض يبغى يتكلم بشكل صحيح، يقول انه والله هذا الحاكم عنده كذا وكذا وكذا كذا كذا، جيد جيد، عنده اشياء جيده كثيره، وعنده الشيء الفلاني فيه اشكاليه. مثل فين يحصل هذا الكلام؟ تجد صحفي يكتب موضوع معين، يعطي الجوانب الايجابيه، ويكتب فرع صغير في حاجه يريد ان يعدلها. صحيح أحياناً بعض الحكومات تمارس سوء الظن في هذا الصحفي ويتم التحقيق معه، وهذا لا إشكال فيه. ربما أن لديها كثير سجل طويل من الأشخاص اللي تم كشف التعاقد مع جهات خارجية من استخبارات وكذا، ما نعلم إحنا إيش اللي موجود عند الحكومة في الداخل من معلومات استخباراتية. لكن بغض النظر، أنا أتكلم إنه شكل المعارضة السياسية الظاهرة الآن في الوطن العربي هي معارضة لأشخاص لا يتقنون فن السياسة ولا التعامل مع المؤسسة. المؤسسة لا يتم تحسنها يعني بشكل، أنا أسميها بين قوسين، بنظام مريم وزكريا، بنظام المعجزات. مريم وزكريا كان عندهم معجزات، لكن نظام المؤسسة يتم التحسن فيه بالنقاط، يتم كسب النقاط يعني رويدا رويدا، شيئا فشيئا.
استاذ انت تقول الاهم انك توصل الرساله، يعني انت تكتب مقال توضح ما هي الاشكاليه، فهذا ما يسمى النقد البناء، فربما اصلا صاحب القرار غير منتبه فتنبهه في بعض الزوايا، فهذا من ضمن المشاركه، من ضمن الاستشاره المحبوبه التي لا تستوجب اصلا ربما المعارضه التي يعني وصلت الى حد استعراضات فرديه فقط يعني، ولا تخدم الرساله. بالضبط. أيضا كثير من المعارضين يكون عنده ثأر شخصي حوله إلى ثأر سياسي، هذه نعم إشكالية. يعني الآن أنت لما مثلا نيجي الأسرة عندها مشاكل بين الأب والأم، هل أنا كوني مثلا أخ للزوجة هذه الزوجة أخت، هل أجي أنا وأقول أنا أبغى أطلقك من زوجك وأجيب لك زوج أحسن منه؟ هذا المعارض يقول هذا الكلام، ما تحل القضية. أسرة وفيها أبناء، دولة وفيها حكومة قائمة وقامت بأعمال كثير تعليمية وخدمية وشبكة طرق وخدمات وشركات وكثير من العلاقات الخارجية الجيدة، أنت تيجي تنسف هذا كله؟ طيب أنت اللي قاعد تعترض، عمرك أدرت مؤسسة واحدة؟ عمرك أدرت مؤسسة تعرف كمية المعاناة؟ أنت ما تعرف. الآن يعني مثلا من الأشخاص اللي أداروا شركات فيها 20 فرد، هو يعلم كيفية التغيير. كيفية التغيير في شركة 20 فرد تحتاج إلى وقت لا يقل عن 6 شهور، ما يتم التغيير في، ما بالك بدولة فيها وزارات وفيها أشخاص فاسدين وفيها أشخاص معارضين وفيها أشخاص يعني فيهم خبث وفيهم أشخاص يغطون على بعض، في عنصرية، في أمراض كثيرة أنت قاعد تشتغل من خلالها. فما يعني فكرة عدم النضوج عند كثير من المعارضين السياسيين هذه مشكلة. هذا مثال فقط على أنه كيف يتم، هذه مسألة لاحقة، كيف يتم معالجة الأمراض في المؤسسة. يعني إحنا إذا تكلمنا على الفرد، إذا تكلمنا على الأمراض الفردية وقلنا أنها تحتاج إلى سنوات، ما بالك بالمؤسسات؟ يعني خلينا نعطي مثال. اليوم لما نيجي نتكلم على قبل مثلا 500 سنه، في اي بقعه جغرافيه تم حل حكومه وجات حكومه ثانيه مكانها، الحكومه الثانيه اللي جات جلست اقل شيء 30 سنه لين ما ضبطت الاحوال العامه، لا راحت لتعليم، لا راحت لخدمات، لا راحت لصحه، كلام فاضي. يعني انت الان تيجي تقول شيل حكومه وجيب حكومه، هذا كلام جزء كبير من المعارضين، كلام فاضي. انت تبغى تعيش جيل كامل في اضطراب، كلام يعني هي فاضي. فكرة لكن انت التدريج، وفكرة التدريج وفكرة البناء من الواقع، والتدريج في غائبة. الشباب يظن أن هناك حلول سحرية، هو ينتقد وبالتالي يريد من يريد أن يسقط الحكومة، يريد أن يسقط وزير أو هكذا، ويظن أنه مجرد تعيين شخص أو كذا سيتم تغيير كامل كل شيء يعني. فهذا بالضبط القفز عن الواقع، القفز عن بالضبط. تعقيدات يعني انا الجميع. يعني يكلمني شخص شخصيا من سوريا يقول لما قامت الثوره في سوريا حاملين اسلحتنا ونقول راح نحرر فلسطين، يقول ناداني شخص تجاوز عمره 70 وقال، قال لي بكل بساطه ارجوك ان تترك يعني ما في بالك وتذهب لتحمي عرض اختك ووالدتك، عرض اختك ووالدتك. وبالفعل يقول غادرنا البلاد وذهبنا للجهاد مع ما تسمى داعش، وسمعنا عن اغتصاب اهالينا داخل داخل ايش؟ سوريا. فالان مثل انت ما تفضلت القفز على الواقع، احنا الان نتكلم كلام بكل يعني خلينا نحسن الظن في جميع الاطراف، في من يقودون المؤسسات. مثلا اتكلم على مثال الاسره، انا احسن الظن في زوج اختي. ليش؟ احسن الظن لانه الان هذه اسره قائمه، احنا نبغى نحسنها بقدر معين، نيجي نحسن الظن في وزير الصحه، نيجي نحسن الظن في الحكومه القائمه. فنتعامل بحسن الظن، الطرف الثاني اذا تعامل بسوء الظن هذه مشكلته هو وليست مشكلتنا. هو عنده اشكاليه مع النقد. هذا لا نستطيع ان نغيره، نحن نتحدث من جانبنا احنا كامراض اجتماعيه، نتحدث عن تغيير المؤسسات بالادوات الاجتماعيه المتاحه. طبعا لما يجي واحد الان يسمعنا هو عضو مجلس الشورى وكان عنده تصور انه انا راح اغير مثلا قوانين مجلس الشورى في يوم وليله، ما يتم هذا الكلام، ويتم الاعتراض وانا سوف استقيل، هذا ما يتم التعامل مع المؤسسات. استقيل ولا ما استقلت ما حد طالع فيك، ما حد فكر فيك. لكن انك انت تجلس وتستمر في الضغط على قضيه معينه انت مؤمن بها وتراها حق، هو هذا العمل السياسي.
ما هو العمل السياسي؟ الدول يعني بكل قدراتها هي هذا اللي تقوم فيه. الآن مثلا المشكلة بين إيران وأمريكا، إيران أمريكا تقعد تضغط، أول شيء بعقوبات، أول شيء بمحادثات دبلوماسية، ثم بعقوبات، ثم بقصف قاسم سليماني كذا كذا، تحاول تضيق عليها من جهة مثلا تركيا، تضيق عليها من جهة العراق وهكذا، فتلعب معها على عد، وهي دولة عظمى، هي الدولة رقم واحد في العالم، ما قامت بقالت أنا دولة عظمى أروح أدمر إيران، وهي دولة عظمى، ما بالك بمواطن هو عضو مجلس شورى أو معلم أو مدير في دائرة طبية أو رجل أعمال يمتلك مثلا مليار ولا مليار ونص، يعني ما الذي يستطيع أن يفعله تمام في المؤسسة؟ يستطيع أن يغير بالتدريج. من ضمن الأشياء اللي لاحظتها أستاذي، واسمح لي على المقاطعة، أن الشخص سلبي، يعني هو ينتقد ولكن لا توجد عنده حلول إيجابية، حتى ربما يأتون ويجتمعون معه أصحاب الشأن هكذا، طيب اقترح لنا، ولا يوجد شيء عنده، وفارق فقط، ويحب أن ربما تنفيسات نفسية، أو هي فقط نقد. فهذا أيضا صحيح من ضمن صحيح، الأشياء. يعني في كثير من الأشخاص سئلوا أسئلة وكانوا قياديين في حركات معينة سواء إسلامية وغير إسلامية، سئلوا أسئلة، ما هو المشروع الذي يعني في حال تمكنكم من السلطة أن تطرحوه؟ كانت الإجابة يعني ما أعرف كيف أوصفها، لكن كانت إجابة جدا تافهة، جدا الرؤية فيها ضبابية، لا يعلمون أصلا قواعد السياسية، لا يعلمون ماذا يريدون أن يفعلوا في أول 3 سنوات عند التبس، يعني ما في رؤية، ما في هدف، ما في خطة أصلا، هو مجرد مثل أنت ما قلت هو شعور نفسي وإمكانات مادية توجه بشكل عاطفي لجلب أسماع أكبر عدد ممكن فقط، لا أكثر ولا أقل، أما ما بعد ذلك غير موجود. جميل جميل أستاذي، ممتاز. ربما طيب هكذا غطينا الجانب الأول، المرض الأول، ننتقل إلى المرض الآخر من الأمراض المؤسسية الآن. الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو خطير جدا جدا، لأنه يسبب تأخر وتعطيل للقرارات في المؤسسات، وهو موضوع التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات. طبعا لما الشخص يكون عنده صلاحية كبيرة ومسؤولية قليلة، ممتاز، ما يستطيع يتصرف، لأنه إذا جاء يبغى يسحب أموال يقول له ما عندك صلاحية، ما عند هذه ما هي من مسؤوليتك، روح شاور مثلا المستشار القانوني، أو مثلا روح راجع المكتب الفلاني في الوزارة أو كذا إلى آخره، فعنده صلاحيات كبيرة والمسؤولية المناطة فيه صغيرة، أو العكس معطينه مسؤولية ضخمة وزير، لكن ما هو من صلاحياته مثل في بعض الدول العربية تمام بدون ذكر اسمها تمام، الوزير تمام وزير صلاحياته مقزمة، لا يستطيع أن يتحرك، مقيد، كمسؤولية ينظر له على أنه هو وزير، صلاحياته جدا متواضعة، يتم تعطيل الوزارة، ليش؟ لأنه ما في يده، الموضوع ما هو عنده، هو كمسؤولية مناط فيه كل الأمور مثلا الصحية، لما تيجي على أرض الواقع بناء مستشفى ما يقدر يقرر فيه، طب هو وزير يقول لك لا هذا القرار يحتاج إلى مثلا جهات أخرى. طيب كيف أنت الآن معطي له مسؤولية كبيرة وما أنت معطي له صلاحية؟ طيب الآن الموازنة بين الصلاحية والمسؤولية مهمة جدا، ولا بد أنه عشان تكون موجودة حقيقيا يكون هناك مبدأ الشفافية مع هذه الأركان الاثنين، يعني لازم يكون صلاحية قد المسؤولية ويكون فيها شفافية، ليش؟ عشان الشفافية إيش تسوي؟ الشفافية إذا كانت المسؤولية والصلاحية واضحة عند الموظف أو واضحة عند المسؤول وفي معاها شفافية، نستطيع محاسبة كل مقصر ونستطيع مكافأة كل منجز. جميل، في غياب نعم بالضبط. الشفافية، يعني مثلا الآن في دكتور معين تمام جاء أجرى عملية، بعد ما خلص العملية تمام في مجموعة ممرضين هم اللي اهتموا بالمريض، بس ما سجلوا، ما في نظام في المستشفى هذه مين اللي مسك وراعى هذا المريض، واحد تعرف انت بعد العمليات لابد من اخذ مضادات حيويه بنسب عاليه وانواع معينه، لانه في عندنا الاجسام المضاده وكذا وكذا الى اخره بعد العمليه، فبالتالي
جاء شخص من الممرضين اللي ما هو مثبت مين هو بالضبط، واعطى نوع غلط او جرعه غلط، ادت الى وفاه المريض. الان الصلاحيه موجوده والمسؤوليه موجوده، لكن الشفافيه غائبه، ما في توقيع انه هذا الممرض مسك هذا المريض. نجيب 20 ممرض ويلا نجلس معاهم شهرين ولا 3 شهور في الشرطه عشان نطلع مين اللي قتل، قتل خطأ. لو كان في نظام بسيط في الشفافيه انه ما في احد يدخل على المريض الا لازم يوقع على استلامه، لما يجي يسلم يكون في مكان يوقع فيه، تمام، او طريقه معينه في الشفافيه، خلاص احنا نعرف المريض متى مات، والله مات كذا. طيب لما رحنا احنا وسوينا تحليل لطريقه الوفاه في الادله الجنائيه، متى مات، كيف مات، نسبه هذه يطلعوها بالضبط كلها اللهم صل وسلم، في المختبرات او في المشرحه، تمام، وهكذا، فنعرف السبب مباشرة. خلاص احنا كمحققين جنائيين نعرف مين اللي هذا وناخذه ونلقطه على طول. هذا حياة انسان فالمؤسسة الطبية. طيب تعال انت مثلا في مثلا في المدارس، لما يكون ما في شفافية في ايش؟ في مثلا ايش؟ الجداول. والله احنا الطلاب عندهم جدول، بس بدلنا الحصة حقت الرياضيات بالانجليزي، وبدلنا حصة العربي بالعلوم مثلا او الفيزياء. طيب جاء طالب، تمام، وهرب من المدرسة وصقعته سيارة ومات. هرب في حصة مين؟ في الرياضيات الثانية. لا لا احنا كنا مبدلين، ما يثبت، ما في ما يثبت. طيب نحاسب أستاذ الرياضيات ولا أستاذ الإنجليزي؟ فهم؟ هذه غياب الشفافية. طيب أحيانا مثلا المسؤولية، نيجي مثلا للمرشد الطلابي في المدارس، ما احنا ما احنا معطينه صلاحية انه هو يزور بيت الطالب. لابد ان تعطى صلاحيه للمرشد الطلابي في المدارس انه يزور البيت، لانه هو يعتبر اخصائي نفسي، صحيح؟ نعم طيب جميل. كيف؟ ما في عنده صلاحيه، ما عنده كيف حيعالج المشاكل اللي ما يعاني من منها ضمن الطالب؟ مهامه، ما مكتوب إلا في المهام. بالضبط نعم بالضبط، هنا في اشكاليه. هذه مؤسسه تعليميه، المدرسه مؤسسه تعليميه، فيها طبقات وفيها نوعيه اجراءات، تمام، وفيها مسؤوليات وفيها صلاحيات. الآن الشفافية ممكن حاضرة، هو واحد مرشد طلابي في المدرسة، لكن هنا ما في صلاحيات. أنا يفترض علي أني أنا كمرشد طلابي يسمح لي أني أزور بيت الطالب بدون إذن مسبق، يعني أدق الباب وأقول لهم السلام عليكم، أنا جاي عشان أشوف مشكلة الابن هذا قاعد ينضرب في البيت. ويعطوه صلاحية أنه هو ممكن يشتكي أسرة قاعدة تعنف ابنها، في أسر كثيرة قاعدة تعنف أبنائها. جميل، الآن كلام المرشد جميل. الطلابي يفترض أنه هو مؤسسة راعية للطفل، راعية للابن هذا عن طريق المدرسة. نعم صحيح. طيب هل أنا كأب يحق لي زيارة المدرسة في أي وقت؟ هل منصوص على هذا في وزارة التعليم؟ لا، هذا ما هو من صلاحيات. إذا جيت لازم أروح للمدير، أنا ما أقدر أروح أشوف ابني مباشرة في الصف، يقول لي عندك شيء روح للوكيل أو روح للمدير. فهنا في نعم سوء صلاحية ومسؤولية. فين؟ في وزارة التربية والتعليم. واضح. فهذه إشكالية تضم المعلم، تضم ولي الأمر، تضم الطالب. الآن هل من حقه أنه يرفع شكوى في المعلم عند المدير رسميا؟ ايوه تلفظ علي المدير، وعندي تلفظ علي المدرس، وعندي 3 يعني شاهدين من الطلاب، أو صورته أنا وهو يتلفظ علي، روح يا كذا عنصري، روح يا مثلا يا خدام، روح يا حضري، روح يا ولد كذا، تمام. طيب انا عندي الان انه هو عنصري، هل يحق لي انا اروح اشتكي المدير والمدير يجبر على تقبل شكوتي وتتحول الى مبدئيا محكمه داخل وزاره التربيه، فاذا لم يتم الحل ينتقل الى المحكمه في الادعاء العام الرسميه في وزاره الداخليه؟ ما في هذا القانون، ما هو موجود. طيب هل هناك اعتداءات من المدرسين على الطلاب؟ نعم. فهنا عندنا سوء في الصلاحية. نعم، هو واضح؟ معنا ربما في سلطنة عمان ربما الموضوع أفضل بكثير عن بقية الدول. في الحمد لله في هنالك قوانين، في تنظيم، يعني في منع للعنصرية، في تسامح مجتمعي. لكن نحن نتكلم بشكل عام الآن عن الدول العربية ومشاكلها. بالضبط. طيب جميل. هذا بالنسبة للمرض الثاني. طيب الآن نأتي إلى المرض الثالث، وهو آلية التعيين
وهل هو يأتي يعني لمصلحة الأقلية أو لمصلحة الأكثرية؟ الآن إحنا عندنا إشكالية، يعني عندنا بعض الدول العربية عندها مثلا موضوع الانتخاب مثلا على مستوى البلديات أو على مستوى المحافظات، ما يتم انتخاب الأكفأ، يتم انتخاب الشيخ. طيب الشيخ ما يفقه إدارة، ما يفقه الحدائق المطلوبة، ما يفقه الخدمات الناقصة، ما يفقه، ما يروح المستوصفات الخاصة، المستوصفات الحكومية اللي موجودة داخل الأحياء ويشوف إنها تحتاج إلى تكبير أو تصغير أو زيادة عدد عاملين أو مشكلة في الأدوية، ما عنده هذه الثقافة. هو شيخ قبيل، كيف يتم انتخاب شيخ قبيلة لمنصب تمام هو غير كفء له؟ نعم. واضح؟ طيب لما نيجي مثلا على مثلا ايش، خلينا نقول شباب طالعين في رحلة تمام، وقالوا احنا عندنا رحلة لمدة شهر ونبغى تكون الرحلة منظمة، فهم دخلوا في المؤسسة يعينوا شخص تمام متسلط اللسان تمام، يقول لك هذا احسن واحد يديرنا. ليش؟ والله واحد قليل ادب. طيب ليش يديركم واحد قليل ادب؟ يقول لا هذا يمشينا عدل. طيب يمشيك عدل، هو راح لا يعرف يشتري لحم جيد ولا راح يعرف يرتب الامور ولا راح ينزلكم في المكان الجيد، خلاص انتم اعطيتوه انه هو زي ما يطلق عليه تمام هو الامير تمام عليكم. يعني يكون مبدأ احترام أنه هو الأكبر هو الأخبر هكذا، يعني سواء قياس مجموعة صحبة أو حتى على بلد باعتبار أنها من عائلة طيبة معروفة أو هذا شخص يعني محترم. فهنا ممتاز. يعني ربما عدم المزاوجة أو عدم المفارقة بين الفكر السياسي لدى الشخص وبين أخلاقه مثلاً وبين ممتاز. تدينه، ويظن كل صحيح متدين يصلح أن صحيح. يكون إداري. لا لا هذه الفكرة غير صحيحة. هذه فكرة يعني من التصورات الخاطئة جدا عن أنه كل متدين صالح للقيادة. لأنه الآن أنا مثلا عندي مؤسسة تعليمية، أجيب واحد متخصص في طرق التدريس وفي آليات التعلم وفي البيداغوجيا الجديدة اللي هي التربوية والتعليمية، ولا أجيب لي إمام مسجد؟ يعني ربما هم ينظر له باعتبار أن هذا أكثر أمانة، وكذلك سيكون أكثر إخلاصا في العمل وأكثر رضا وتقبلا من جميع المجتمع لكنه فيقدمه. الجانب الآخر هو أكثر جهلا بهذا التخصص. يعني كل هذا النية الصالحة لن تخدمه هنا، النية الصالحة بمفردها عشان لا يفهم كلامي خطأ. طبعا لو وجد الشخص المتخصص المتدين هذا الأفضل، لكن في حال عدم وجود الشخص المتدين المتخصص أيهما نفضل، المتخصص أو الدين؟ لا أنا أفضل المتخصص، لأن المتخصص دينه بينه وبين ربه تمام، عدم اخلاصه راح ينعكس على الـ على الـ على العمل، وبالتالي راح نكشف هذا الشيء وراح نستبعده، احنا راح نستبعده. لكن الان جانا شخص متدين وجاهل، ما راح يتعلم الشخص، راح يجرب فينا اساليب ما لها دخل لا من قريب ولا من بعيد في التعليم او مثلا في اداره الجلسه. يعني اعطيك مثال، الان لو احنا جينا نتكلم على الشباب، خلينا على المثال هذا لانه سهل نحاول نبسطه للناس في الاداره. طلعوا 10 شباب وأمروا عليهم واحد، هذا الشخص يعني غير كفء تماما في هذا الكلام. جو قالوا نبغى ندفع ايش كل واحد مثلا 100 ريال عماني مثلا على اساس ايش يكون معنا 1000 ريال نشتري اللحم ونعبي السيارات بترول وكذا، يعني نجهز لي الرمسة او نسميها الخرجة مثلا تمام حلو. ففي شخص قال لك انا ما حدفع دحين، اصبروا علي شوي. ايوه ممتاز. فهذا الشخص الآن الأمير كيف راح يتصرف معه؟ الشخص الغير كفء راح يطلع هذا الشخص ويرجع من الرمسة وهو ما دفع ايوه تمام؟ صار في هنا سوء، صار في ظلم، 9 أشخاص انظلموا وهو هذا الشخص يعني أكل وشرب وطلع وجلس معهم 4 أيام في الرمسة هذه، فيها تخييم وفيها كذا ورحلة صيد على البحر والأمور. طيب وما دفع، هو الوحيد اللي ما دفع. لكن الشخص اللي عنده كفاءة لهذا الدور إيش يجي يقول؟ يقول يا شباب الآن في 3 أشخاص ما دفعوا، لو سمحتوا يا تدفعوا يا ما حتطلعوا معانا، آخر وقت للدفع الساعة 6، واعذروني يا شباب أنتم حطيتوني في المكان هذا، أنا لابد أكون قد هذا المكان. نعم يجي شخص ثاني يجي يقول لك والله أنا ما حقطع، أنا جالس ألعب بلاي ستيشن في الرمسة.
طيب يا اخي قطع سلطه، اشوي اللحم، سوي حاجه، ما جالس يحسب نفسه في البيت. اذا ما كان في شخص كفء تمام يقول له على فكره ما راح تتعشى معاه، انت حتنام برا الخيمه، لانه احنا ما احنا جايين نشتغل عنك، احنا ما احنا جايبنا مسانده بفيزا، انا ما احب اسمي خادمه، احب اسميها مسانده. طيب مسانده، احنا ما احنا جايبين، احنا ما احنا مساندين لك، ما انت جايبنا فيز، قوم مثلي مثلك تمام. فهذا الشخص كفء. الشخص الثاني ربما يكون امام مسجد وحافظ كتاب الله و و و لكنه ما يعرف يسوي هذا الشيء، اذا وضعه غلط. نعم، أنا لاحظت هنالك يعني عدم تمييز بين الجانب الديني الذي أشرنا إليه والجانب الإداري، وكذلك أيضا المجال التداول الاجتماعي مثل ما ذكرنا احنا في حلقة سابقة، أن هذا الشخص ينفع في الأمور الاجتماعية، في أمور علاقات، في أمور كذا، لكن لا ينفع في تخصص فني معين أنا أقدمه فيه. فكذلك أيضا هنا نشتبك يعني بين صحيح. العالم الآن لما القديم نقول والجديد. آلية التعيين ومصلحة الأقلية والأكثرية، إيش اللي يحصل في الغالب في هذا الطلع حقت الشباب؟ بكل بساطة يجي واحد صوته عالي اللي هو الأقلية، صوته عالي، فيرفع صوته على 8 أشخاص ويقول نختار فلان نختار فلان عشان مصلحته. هو كسول، هو بخيل، لا يريد أن يدفع ولا يريد أن يعمل، فيريد القائد إنه إيش يسكت عنه، فيختار شخص غير كفء. الأكثرية غالبا صامتين، غالبا غير مجادلين، غالبا غير متسائلين. تلاحظ هذا في مجموعات الواتساب، تلاحظ هذا مثلا في التعليقات في السوشيال ميديا، تلاحظ هذا مثلا في الأشخاص المتمردين في الوزارات، غالبا الأكثرية ساكتين حتى لو أنهم معترضين أو موافقين. فمساكين الثمانية يسكتوا. فالآن هذا المرض اللي أنا أقوله هو التعيين بناء على مصلحة الأقلية ولا مصلحة الأكثرية؟ يعني مفترض يكون الأكثرية طبيعي. ايوه. فالاكثريه غالبا كيف يتم ايش التعيين في اي مؤسسه على الاكثريه؟ من يكون مثلا في السياسه برنامجه السياسي خاص بالاكثريه، من يكون في الشركات موازنا بين اقسامها، يعني يراعي قسم التسويق، يراعي قسم المحاسبه، يراعي قسم كذا، يراعي قسم كذا، هذا يختار كسي او، كمدير تنفيذي. في الاسره من الذي يحسن التعامل مع الابناء اكثر؟ الأم أم الأب؟ أيهما تعليمه أفضل في هذا الجانب؟ ممكن أن يكون الطرفين طرف معاه ماجستير وطرف معاه ثانوية عامة، لكن ممكن الثانوية العامة مثقف وقارئ للتربية أكثر من الطرف الآخر. فالآن يجب أن يتم وضع قائد للتربية في الأسرة، خلاص هو اللي كلامه يمشي سواء كان رجل أو امرأة. ليش؟ بسبب أنه هو يحسن التعامل مع الأبناء بشكل أفضل. هنا الكفاءة، معيار الأكثرية هو كفاءة الشخص للموقع الذي إيش يتم تعيينه فيه. لكن مصلحة الأقلية، إيش المعيار حق مصلحة الأقلية؟ نفوذ، صوت عالي، الأخذ بالقوة. يعني مثلا الآن نجد مثلا امرأة وزنها 120 وتلعب في النادي، ورجل وزنه 60، فهذه الأسرة نعم. ماشية بقوة الجسد، كل شيء المرأة تسويه على كيف، لأنها هي أقوى جسديا. طيب هي أنت كفاءة، ما أنت كفاءة، ما لنا دخل، أنت ما هو عاجبك أنا حضربك، هي كذا، أنا رايح الجيم عشان زي كذا، رايح النادي عشان أسوي كل شيء اللي أبغاه بكيف. الحياة ما هي ماشية بالكفاءة، ما هي ماشية بالحوار. هذه في مؤسسات قائمة على هذا الشكل. طيب، الآن أنت الآن تقول أن يجب علينا أن نعتني بالأكثرية ولا نعتني بالأقلية، لكن أحيانا عندما تكون الأكثرية منقسمة، يعني المجتمع منقسم على نفسه، والأكثرية فيها عنصرية على تلك الأقلية، فكيف نحمي تلك الأقلية من الأكثرية؟ ممتاز. الآن نأتي إلى وظيفة الدين. الدين له مجموعة وظائف متعددة، واحدة من الوظائف إنه الإنسان يتجاوز نفسه. خلينا نعطي مثال كيف الإنسان ممكن يتجاوز نفسه. في الإسلام إحنا عندنا في الأساس هذا المثالية، والآن ننزل للتطبيق نوع بعد ما نعطي المثالية، إنه إذا شخص غلط في حقه، قال كلمة غير جيدة عنه، إيش التصرف الصحيح؟ عندنا يقال ثلاثة السلام. مستويات. أي نعم. عندنا ثلاث مستويات. المستوى الأول إنك تدعي له بالهداية، وهذا تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم في الحديث الصحيح، تمام، إن صح، لما جاء الشخص سحب من على رقبته شال كان من الصوف الطبيعي فعلم في رقبته، تمام، ما اعتدى عليه، دعاله، تمام. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني إنك أنت لا تسامحه داخليا ولكن تكظم غيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين اللي احنا ذكرناهم قبل شوي. جميل التصرف الثالث، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم واضح؟ العدل طيب العدل. فالآن احنا مجاوزة الثالث، إذا الأكثرية تجاوزت، هي خاطئة. لكن الآن احنا عندنا مثلا 1,000,000 شخص وعندنا 100,000 شخص، نراعي مصلحة من؟ المليون. لكن المليون إذا طغوا على 100,000 هم غلطانين. صحيح فإحنا عندنا 3 مستويات في الدين الإسلامي في موضوع القيم. بل ينبغي على القوي أن يراعي العدل أكثر من الضعيف. لأن الضعيف يمكن أن يكون القوي قادر على تطبيق العدل أو الظلم عليه، لكن القوي غالبا الضعيف لا يستطيع تطبيق العدل عليه. يعني مثلا الآن أنا ماشي بالسيارة ورابط حزامي وكل شيء وضعي قانوني، جاني عسكري طلب مني الأوراق، أنا الضعيف وهو القوي، تمام، لأنه هو مصدق عند الحكومة. أنا جيت طالعت أنا في نظرة غير جيدة، نظرة استحقار، أنا صدر مني، أنا الضعيف صدر مني نظرة غير جيدة، فعل غير جيد. الآن هو في موقف القوي، هل يتهمني بالتفحيط؟ هل يتهمني بقطع الإشارة؟ هل يتهمني بشيء ليسترد حقه أو يتعامل معايا بالعدل؟ نعم موقف ضعيف. في هذه المواقف الشخص عندما يمتلك السلطة ربما يأتيه بعض الغرور ويعني ينتهك الآن هو معاه حقوق 3 حلول، الضعيف. يعامل لي بالعدل فيقول لي نظرة الاستحقار هذه غير جيدة، وأنا أقدر أطالعك، أطالع يعني أعطيك نفس النظرة، وأقدر أخليك واقف ساعة هنا مقابلها، لكن أنا هحسن منك وتفضل ورقك وانت رسمي، لكن نظرتك هذه غير صحيحه. طب هذا العدل، تمام، جميل جميل انه ممكن يطالع فيا بنفس النظره وخلاص انتهى، ما استغل. اللي احسن من كذا، تمام، احنا قلنا 3 مستويات العدل، اللي احسن من كذا يجي يقول لي انا ما حكون زيك، وانا انظر لك بكل ادب واحترام رغم انك انت نظرت لي هذه النظره، وانا في موقف القوه وانت في موقف الضعف، ولكن تفضل ورقك وجزاك الله خير، وجزاك الله خير انك ملتزم بالنظام. هو تجاوز جميل العدل واعطاني اكثر من العدل. المرحله الثالثه، يطالع فيا ويقول لي الله يجزاك بالخير ورحم الله والديك واحسن الله تربيتك واتمنى لك كل خير وكل توفيق، ولا تسوي هذا الموقف مع غيري، لانه انا سكت وقلبي نظيف، مع غيري ممكن ما يسكت ويبتليك بحاجه، اتفضل ورقك. ال3 الحالات هذه اسلام. الحاله الرابعه من تحت هذه ما هي اسلام. واضح؟ جميل أنا الآن أمام ضباط شرطة أعتبر أقلية. أنا مواطن أعزل، لو ذهبت لقسم الشرطة كلهم في الغالب سيقفون معه، سيظنوا أنه ممتاز هو الصادق وأنا الكاذب. صحيح واضح؟ صحيح فهذه حالة تمثل واقعاً إيش؟ الشيء اللي أنا قاعد أوضحه في المؤسسات، ومسألة الأقلية والأكثرية. يعني أعطي مثال، في إحدى الدول العربية قديماً كان يتم تعيين أفراد أو هيئات معينة، كان يتم الأفراد اللي يتعينوا فيها كانوا يكونوا خارجين من السجن. يعني اللي يخرج من السجن يأخذ دورة في مكان معين ثم يتعين في هذا المركز أو هذه الهيئة. هذه الهيئة مع الوقت أصبحت سيئة أخلاق، لأنهم طالعين من السجون، اللي فيها طالعين من السجون. فالآن هذه الهيئة أصبحت إشكالية كبرى في الدولة. ليش؟ لأنها شوهت سمعة الدولة ككل بسبب موظفيها. فالتعيين تم فيها بناء على إيش؟ الأقلية مو الأكثرية، اللي هي مراعاة من يخرج من السجن وهو عاطل عن العمل، على حساب المواطنين. واضح واضح؟ فهذه ضرورية جدا. يعني إحنا الآن لو جينا نجمل كلامنا عن الأمراض الثلاثة، تمام، قلنا انه الاليه التعيين بين الاقليه والاكثريه، وقلنا الدستور بين الانسجام التنظيمي والمزاجيه الفرديه، وقلنا التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات. لو احنا الآن كنت حبينا أريدك تقول كلمة أخيرة، يعني كلمة أخيرة. نعم تفضل. بالضبط،
فالان الكلمه الاخيره لهذه الثلاثه، لو احنا جمعنا بين الثلاثه الامراض هذه وحاولنا ان احنا نعالجها في مؤسساتنا، ايش راح يخرج عندنا؟ تخيل اسره نمثل عليها اخيرا على اساس تكون هي النموذج، القرارات فيها وتعيين الاب او الام او الابن مبني على مصلحه ايش؟ اكبر افراد من الاسره. والدستور اللي مكتوب تمام مبني على سلم تنظيمي يراعي كل افراد الاسره. والصلاحيات والمسؤوليات متوازيه وفي كبير نوع كبير من الشفافيه. في الغالب هذه الاسره لن يستمر فيها احد في القياده وهو مستغل لسلطته. نعم اي شخص راح يستغل سلطته راح تكشفه الصلاحيه والمسؤوليه والشفافيه، او راح توقفه عند حد مصلحيه الاكثريه، او راح يتم تغيير الدستور تمام او النظام الاسري ايش بناء على انه هو قاعد يستغل هذه المواد اللي موجوده لصالحه. فبالتالي الاسره ستكون في تقدم دائم وان اخفقت بشكل متكرر، يعني لا مانع من الاخفاق، المشكله ليست في الاخفاق، الاخفاق ما ادري تكلمنا احنا عن هذا الكلام ولا لا قبل كذا، الاخفاق جزء من العمل البشري سواء كان الفردي او المجتمعي او المؤسسي، هو جزء طبيعي، زي لما نقول طبيعي زي لما الانسان ياكل ويشرب، يشرب وعنده نوع من الاخراج تمام، هذا طبيعي للانسان، من يعمل يجب ان يفشل. الفشل جزء من عمليه، جزء من العمل، هذا شيء طبيعي، لكن المشكله الكبرى في المؤسسات هو الاستمرار في الاخفاق لعدم وجود التغذيه الراجعه، الفيدباك ما هو موجود، الفيدباك ياتي من عدم وجود هذه الامراض، الامراض هذه لما تكون موجوده يختفي الفيدباك، تختفي المراجعه تمام اللي تاتي من الواقع. كيف تاتي من الواقع؟ لما يكون في توزيع للصلاحيات، توزيع للمسؤوليات، شفافيه عاليه، دستور يتحكم فيه عدد اكبر، القرار الناس اللي مسؤولين على القرار عددهم اكبر، لابد من وجود فيدباك. واحنا ما نتكلم على حاله مثاليه، عشان في بعض الناس يقول لك انت تتكلم عن شيء نظري، لا لا، احنا ما نقول انه بنتكلم عن مؤسسات ما فيها اشكاليات، نتكلم عن مؤسسات الاشكاليات فيها صعبه، يعني الشخص الفاسد يصعب عليه انه يصير فاسد في هذه المؤسسه. نيجي نتكلم على مؤسسات انه الشخص يصعب انه هو يستخدم يعني نفوذه في هذه المؤسسه لمصالحه الشخصيه. يعني مثلا لما يكون في رقابه لاهم 5000 وظيفه في الدوله، رقابه على الحسابات البنكيه على المقتنيات بشكل دوري سنوي، خلاص ال 5000 هذول هم عارفين اذا اشترى بيت او قصر في دوله معينه سيتم رصده، اذا اشترى سيارات فارهه في فوق دخله معناته في رشاوي. ال 5000 شخص هذول يكون مراقبتهم من قبل ايش؟ مثلا مؤسسه خارجه عن الدوله. واضح؟ نعم. الان مثلا لما يجي الاب ويقول انا استلم مثلا راتب 3000 ريال عماني، لابد ان الاسره تحاسبه على ال 3000، انت لك مصروف، خذ مصروف، صحيح انك انت تجني المال وانت الاب وكل شيء، لكن انت الان يعني احنا رعاياك، لابد انك انت ترعانا وانت مسؤول عننا. الام والابناء تمام؟ طيب انت كم تبغى مصروف؟ 500 ريال، خذ 500 ريال عماني، هذه حقتك انت مصروفك الشخصي، سوي فيها ما تشاء. ال 2000 ونص لازم تعطينا تقرير ايش سويت فيها. جميل فهمت؟ جميل جميل فبهذا الشكل احنا نستطيع ان نحصل على مؤسسات تساهم في تحسين المجتمع بشكل عام. في النهايه هذه المؤسسات احنا قلنا قبل شويه ممكن ان تكون هناك وزاره ما هي مؤسسه، وحطينا شروط المؤسسه. هذه في النهايه الانظمه اللي موجوده في المجتمع، يعني الشارع ما هو مؤسسه، هو جزء من المجتمع. الفرد ما هو مؤسسه، الفرد عباره عن نظام او مجموعه انظمه تمام. الان نختم بهذا الكلام، انه المؤسسات اذا صلحت تمام، ما اقول صلح المجتمع، صلح جزء كبير من المجتمع اللي يستغربوا او اللي ما يعرفوا اكثر الناس، واذا زار دوله غربيه ينصدم، يجي له صدمه اجتماعيه من الواقع الاجتماعي اللي موجود في امريكا او في المانيا او في سويسرا، اللي راح عاش مع الناس، تداول مع الناس، يفهم هذا الكلام. هذه الدول
غالبا الدول العربية في مؤسساتها الاجتماعية أفضل. إذا ما الذي جعل الدول هذه متقدمة على الدول العربية؟ هي مؤسساتها، يعني المؤسسات تقود المجتمع رغم سوء كبير. يعني مثلا الآن الأسرة، لو تقرأ التقارير الجديدة اللي موجودة آخر 20 سنة، الأسرة في الغرب ممزقة ممزقة. طيب كيف أسر ممزقة وكيف دولة ناجحة؟ المؤسسات تقود. طبعا المؤسسات أخذت حجم أكبر من حجمها في النظام الإسلامي. في النظام الإسلامي يجب أن تعطى صلاحية، يعني مثلا الآن في بعض القوانين في الغرب اللي هو مثلا أنه أنت لا يجوز لك مثلا أنك تلبي، أنك تعطي ملابس لابنك زرقاء أو خضراء أو كذا، بسبب الشذوذ الآن والمثلية والجندرية اللي موجودة. هذا اقتحام لدور الأسرة إسلامياً. لا يجوز للدولة تتدخل في مثل هذا إسلامياً هذا من أتكلم. إشكاليات الغرب، هذا إشكاليات الغرب أنت تقصد الآن. أي، جميل. فبالتالي إحنا لا نتكلم على إنه الغرب هو الوجهة وهو الجميل. الغرب عنده إشكاليات كبرى، لكن نتعلم من مؤسساتهم بعض الأشياء اللي هي خبرة إنسانية، ونحولها إلى قيمنا إلى آخره. ولكن لا ينبغي أن نقوم بالتقليد الكامل لمثل هذا. فأنا مع إنه كل نظام في المجتمع لديه واجبات، واحنا تكلمنا انه واحده من الامراض الرئيسيه في الاسره انه هي ما تعرف دورها اصلا. الاسره ايضا نعم. يجب انه احنا نفهم انه المؤسسه مهما تضخمت لا ينبغي انه بقيه الانظمه وبقيه المؤسسات تعول عليه. يعني انا اعرف ناس كثيرين في الوطن العربي وفي الخليج بالذات، يجيك الاب يقول لك يا اخي ايش تبغاني اسوي؟ الدوله ما قدمت لي، الدوله ما سوت لي، انا ابني كذا، انا ابني كذا. تمام؟ هذه إشكالية كبرى. أنت كأسرة إيش عندك دور؟ المهنة نفس الشيء. أنا مثلا يعني قبل كم يوم قابلت مجموعة من العاطلين على العمل أو الباحثين على العمل، تسألهم تتكلم معاهم يقول لك يا أخي إحنا درسنا، إحنا سوينا. لا، أنت ما سويت اللي عليك، أنت معك لغتين. أنت لو تعلمت برمجة ودخلت على مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، في خلال سنة واحدة تجد وظيفة في كندا ب 5000 دولار في خلال سنة واحدة. أنت إنسان معك بكالوريوس ودارس قسم شو اسمه شبكات، اداره شبكات او حاجه زي كذا. تمام؟ فانت متخصص في الاي تي. تمام؟ فليش انت هامل نفسك وجالس تبحث عن وظيفه؟ انت ما انت بحاجه تبحث عن وظيفه اصلا. لكن الفكره الاساسيه انه هو اتغذى في الاسره، انه الدوله تقوم بكل شيء. فعليا. نعم. جميل جميل استاذي، ما شاء الله استفدت جدا وذكرت عدة أمثلة، ومثل ما ذكرت أن مفهوم المؤسسة لا ينطبق على يعني المؤسسة الوزارية فقط، إنما حتى جميع جوانب المجتمع، يعني كمن أسرة حتى الصحبة تستطيع أن تكون مؤسسة، لأن هذا الفكرة المؤسسية، فكرة بوجود قائد، فكرة بوجود أفراد، وكيف يتشاركون في القرار، كيف يوزعون الصلاحيات المسؤوليات، كيف يعينون الأفضل، كلها هذه هي تنطبق على جميع المستويات. أعتقد أنها حلقة حقيقة ثرية وغطينا كثير من الجوانب. كل الشكر والتقدير لك أستاذ محمد على أيضا يعني صبرك معنا في هذه السلسلة وعطائك الكبير حقيقة في المنطقة التي يعني يصعب الغوص فيها في تشخيص الواقع وذكر تطبيقات وأمثلة عملية. فبارك الله فيكم أستاذ محمد، وأنتم كذلك مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على متابعتنا، وشكرا لكم على الإعجاب بالحلقات ومشاركتها للأخوة الذين مهتمين بهذه المواضيع. نلتقي بكم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.